يحتسب الحكم بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. كرة في الخارج، ضربة ركنية. بيلعب الكرة الوسطى 18، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء. تسديدة من نيمار. الحكم يحتسب ضربة ركنية. ركنية ملعوبة في وسط 18، أبعد الكرة من مناطق الخطر. المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. نيمار. ليو ميسي. تعود إلى نيمار. كريم بنزيما. كرة بتتشتت من فان دايك. مساحات كبيرة على الطرف الملعب. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. وسام بن يدر. يا سلام على التمريرات. نيمار. ألكساندرو. جاريث بيل. وسام بن يدر. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. نيمار. الهجمة لا تتوقف مع ضربة ركنية. الله على المشهد. استمع إلى الجماهير، شوف زيادة الضغط، مساعدة الفريق، شوف الدور الكامل اللي تقوم فيه في هذه اللقطة. كريم بنزيما. إيمانويل بيتي. نيمار. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. كرة بينية خلف المدافعين. إبرة موجود في وسط ال 18. مستحيل، كانت قريبة جدا، سنتيمترات قليلة كان ممكن تحرك الشباك. العارضة تتدخل وتمنع هدف من تسديدة قوية. إيمانويل بوتي. إيمانويل بيتي. ليونيل ميسي. تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. مباراة من الصعب أيضا التوقع في اللحظات الأخيرة، لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. ديفيد فيا. وسام بن يدر. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. يتراجع من أجل مساندة فريقه وبدأ الهجوم بعد ذلك. ليونيل ميسي. جاريث بيل. تسديدة يا رباه. 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. العرضية باتجاه القائم الثاني. عرضية سهلة في يد حارس المرمى. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. انطلاقة من إبرا. يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا. ليونيل ميسي. جاريث بيل. وسام بن يدر. تدخل ممتاز، خلصها قبل توصل المهاجم في اللحظة الأخيرة. في دقيقتين كوت مضاد بدأ ضايع. ألكساندرو. إيمانويل بوتي. نجاح إيمانويل بوتي في أرسنال كان كبير جدا، وأتى أيضا بالتتويجات في 98 واللي كانت دليل على ذلك النجاح. ثنائية محلية مع النادي الأندلسي. التتويج ينتهي الوقت الأصلي.
وافرت الحكم تعلن انطلاق الشوط الاضافي الاول لمواصله رحله البحث عن الحسم في هذه المباراه. جاريث بيل يعيد الكره الى زميله نيمار، فرصه للتقدم. ما في مساحه، ما في مجال، لعب تحت الحصار. جوردان هندرسون عمل جيد في قطع الكره، انطلاقه سريعه بالكره يتقدم فيها. ديفيد فيا، جاريث بيل، تمركز ساعد كثيرا في قطع الكره. ممكن هجمه مرتده الان، مرفوعه في المساحه، هجمه مرتده الان ممكن تشكل خطوره. بيبعد الكره بشكل ممتاز. سواريز، زلاتان ابراهيموفيتش، كرة ثنائية، سلم واستلم، كرة بتعدي، بيواجه فيها المرمى. نيمار، جاريث بيل، كريزمان، كريزمان بيشوت، كرة سهلة جدا عند حارس المرمى. هرنانديز، بلينية ثانية خلف المدافعين، عرضية ممتازة في وسط المنطقة. يا رب، الكرة في المرمى، تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. أنطوان غريزمان يلعب الكرة، سيئة اللقطة الماضية، الظروف ما كانت مناسبة للتسديد، كان ممكن يشوف حلول ثانية، كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. غريزمان يتقدم بالكرة، حلوة الكرة البينية، كلا أنت وضميرك، أنت وضميرك. أوهو يا لعيب يا فنان، يا ممتع الله على هذا الهدف. يا الله، كان على الفريق يعني يركز اكثر ولا يفقد التركيز. الشوط الاول من الوقت ينطلق الشوط الاضافي الثاني و15 دقيقة اخيرة من المباراة. كريم بنزيما، هرنانديز، ابراهيموفيتش، تسديده من زلاتان. حكم يشير الى ركله ركنيه بعد اصطدام الكره بالمدافع، بيرفعها في وسط المنطقه. اوهو على التصدي ورشاقه، بيلعب الكره الوسط 18، كره بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. المساحه متوفره امامه لارسال كره عرضيه. انطوان غريزمان، ديفيد فيا، تدخل ذكي واحتراف الكرة. كريم بنزيما، زلاتان ابراهيموفيتش، جيرفينيو، رقابة ضعيفة في الكرة الماضية والكرة منزلت مع المهاجم. أنطوان غريزمان، عندنا 7 دقائق حتى نهاية المباراة بشوطيها الإضافيين. إيمانويل بوتي، جاريث بيل، ديفيد فيا، فرصة لفيا، كرة خطيرة على القائم. جوردان هندرسون، دراما كبيرة في الدقائق الأخيرة، العارضة تمنع هدف التقدم واللي كان ممكن يكون هدف الفوز. كريم بنزيما، لويس هرنانديز، كرة خطيرة على المرمى، كرة قتل المباراة.
كانت انطلاقة ممتازة نحو المرمى. الله على المهارة، شوف كيف عدى من المدافعين، لكن اللمسة الأخيرة افتقدت إلى الجرعة المطلوبة. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. زلاتان إبرا بيلعب كرة بينية، ضاعت الكرة وضاعت الهجمة. تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة، وحاول الفوز في وقت قاتل. أوهو، في الوقت مجموع اللقاءين تعادل، وهذا يعني إذن مع ركلة الترجيح الأولى. الكرة في المرمى، الله على الطريقة، تمويه قبل التسويب، يربك حارس المرمى، ركلة تنفذ بنجاح. الكرة في المرمى، اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في الشباك. يسددها في المرمى، على الرغم من أن اللاعب تباطأ في طريقه نحو الكرة، لقطة تلعب بالأعصاب، لكنها تصل إلى الشباك. توقع ممتاز من حارس المرمى، يبعد ركلة الترجيح. الكرة في الشباك، طريقة تقدم اللاعب نحو الكرة خادعت حارس المرمى. تصدي رائع من حارس المرمى. وصلنا إلى ركلة الحسم، إن سجلها انتهت، إن سجلها حسمت المباراة. كان وده يغلط حارس المرمى بانطلاقات متقطعة للكرة، لكن بذكاء كبير حارس المرمى توقع الكرة وتمكن من التصدي. الكرة الأخيرة تضيع، تصدي تاريخي ومشهد خالد لحارس المرمى، يفوز فريقه في مباراة ينصب فيها نفسه بطلا. بذكاء كبير الحارس يقرأ أفكار اللاعب، يتوقع. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. ممتازة للخلف، الهدف الأول في المباراة، هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحذر. الكرة الأخيرة تضيع، تصدي تاريخي ومشهد خالد لحارس المرمى، يفوز فريقه في مباراة ينصب فيها نفسه بطلا. محاولة جيدة، شوف انتشار الدفاع الآن، استعداد لضربة ركنية.